السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هوريكم إزاي تحل مشكلة نقل الملفات من الآيفون للكمبيوتر. في الأول حابب أوضح إن أنا أصلا شيف هاوي، والقناة بتاعتي قناة متخصصة في الطبخ، وبصور فيديوهاتي بالآيفون بتاعي، وكنت فعلا بعاني من مشكلة نقل الفيديوهات دي من الآيفون للكمبيوتر. أنا وصلت الآيفون بجهاز الكمبيوتر بتاعي وهحاول أنقل الملفات اللي أنا صورتها. اول ما ببتدي انقل الملفات، بعد ملف واتنين بتظهر لي ايرور مسج بتقولي ان الجهاز اللي متوصل بالنظام مش شغال. بشيل التليفون من الجهاز وبوصله تاني، بس للاسف المشكله مش بتتحل. الحل ببساطه، لو تليفونك انجليش بتفتح سيتنجز وبتنزل بتروح لفوتوز، وبتنزل تحت خالص وبتدور على Transfer to Mac or PC، وبتغيرها من Automatic ل Keep Originals. ولو تليفونك عربي بتفتح الإعدادات وبتنزل تدور على الصور، بتنزل تحت هتلاقي النقل إلى Mac or كمبيوتر شخصي، بتغيرها من تلقائي للاحتفاظ بالأصل. وصل التليفون بالكمبيوتر تاني وجرب انقل الملفات، هتلاحظ ان النقل بقى اسرع وبينقل كل الملفات من غير اي مشكلة. زي ما قلت في الاول، القناه دي متخصصه في الطبخ، ودي اول مره اعمل فيديو تكنيكال. ياريت لو استفدت اعمل لايك، ولو مهتم بالطبخ تشرفني لو انضممت للقناه. شكرا جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.